السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا واحد الدرس كيفاش نديرو خدمة مخدة ديكور لزينة الصالون المغربي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا. دخلنا توب موبرا، دخلنا هذا الكالون هنايا اللي هو على شكل رقيق، وخلفناه الطريقة راه غنبين لكم كيفاش تراسيتو كيفاش خدمتو، وتا هو تيجي نظرة مزيانة في الصالون. بالنسبة لهذا المخد، هذه المخدة الأولى، يعني ماشي غير درتها شونتيو لكم، لا، هذه خدمة عندي أنا هنا في المحل ديالي، وعندي تقريبا 8 الحبات. هذه اول مخده نخدمها وخدمتها معكم باش تشوفوا الطريقه، وبغيت نوريكم حتى هذا الموديل الجديد وتشوفوه. يعني اي حاجه جات بيني يدي وكنت غادي نخدمها ما مكررهاش تنوريها لكم وتشوفوها حتى نتوما وتستافدوا منها. الشكل هي هذه كما كتشوفوا هنا، كتجيب البروش كتجيب هذا الشكل هذا، وهنا كتجينا عندنا الصدفه. الا كان الدرس يسهل ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وندوزو للدرس. القطعه ديال التوب اللي عندنا هنايا هي هذه كما كتشوفوا هنايا، عندنا فيها في الطول عندنا 60 ديال السنتيم هنا في الطول، وهنايا 72 ديال السنتيم على 60 ديال السنتيم. اول حاجه قبل ما نديرو حتى شي حاجه غادي نقبطو وغادي نعلمو، يعني ناخذو النصف هذه كما كتشوفوا هنا. نتوما اول حاجه نتوما ساهل غنقسموها بحال نقسموها على 4، نعلمو النصف ديالها هو هذا كما كتشوفوا عندنا النصف هنا، النصف ديال هذا المكان حتى هو، والنصف ديال هذا المكان حتى هو، وعندنا النصف حتى ديال هذا المكان هاو كما كتشوفوا. يعني خدينا 4 ديال الانصاف، عندنا 1 و2 و3 و4 هنا، يعني هادو هما النصف. اول حاجه هانتوما غادي نقبط المعين على هذا الشكل هذا، وغادي نسطر بهذا الشكل هذا اللي هما غناخذو. هذا الطول الاول اللي غنخدم عليه هو هذا هنا، غادي نعلمو بالطباشير بقطعه ديال الطباشير. هانتوما الى لاحظتوا من هنا مشينا معها حتى لهنا حتى لهذا المكان هذا كما كتشوفوا هنا، نفس العمليه غادي نعكس الريوس حتى هما، هنا عكسنا. هانتوما الى بقيتو كتشوفو دابا شنو باش غنفعونا هاد النصف هذا، غادي نحاولو هاد النصف نديوه لهاد النصف هذا هو اللي هنا، يعني بهاد الطريقة من هنا لهاد المكان هذا كيما كتشوفو هنايا. ها هو نفس العملية حتى هنا، هو هذا نفس الطريقة حتى هنايا. كما كتشوفوا هنايا عطاتنا هذا الشكل هذا، قبطنا النصف على شكل مثلث، ومن بعد اختارينا هاد النصوفه اللي هما غادي يعطيونا هذا الشكل هذا هو كما كتشوفوا هنا. من بعد ما غادي نخيطوها وغتشوفوا ان شاء الله الشكل ديالها كيفاش غادي يجي. ندوزو دابا للخياطه ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غتجي. هنا غادي نجيو للخياطه. الباندا اللي غنشتغلوا عليها هي هذه كما كتشوفوا هنا، عندنا هذا الكالون هذا، نتوما حرين ديروا اللي عجبكم. انا بالنسبه لي خدمه مالي هم طالبين هذا الشكل هذا. نجيو للخياطه، الطريقه سهله، غادي نتبع غير الطباشير وندوزو فوق منه. نبداو على بركه الله، بسم الله.
يعني هنا هذا الاول القطعه الاولى دوزت الخياطه من هذا الجنب هذا كما كتشوفوا هنا ودوزت الخياطه من هذا الجنب هذا اللي كتشوفوا هنايا يعني كما دوزت هذه غادي نخالف الثاني معاه هذا غندوز له الخياطه ديالو كل واحد غنتبع غير الخطوطه ديالي وهنا غادي نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم وتشوفوا كيفاش درت خدمته انت هنا كما كتشوفوا هنا درنا الخط الاول هكا وهكا وهادو تبعنا الخطوط حتى يبان لنا الشكل اللي حنا باغيين كما كتشوفوا هنا دابا غادي نجمعوا المخده ديالنا عاديه بهذه الطريقه هذه نديرو مكان السنسلة هنا نفس العملية هي مكان السنسلة السنسلة غادي نركبوها بهذا النصف السباط اللي هو دائما تنصح به هو هذا كما كتشوفوا هنا النصف السباط ركبو هنا غادي نجيو نركبو السنسلة السنسلة الطريقة راه شرحت كيفاش نديرو ركبو السنسلة غتلقاوها هنا في الوصف هنا في فوق هي هذه كما كتشوفوا هنايا راه الطريقة كيفاش درتها ركبتها راه حاط الدرس عليها تقريبا خاص غير بالسنسلة دائما تنذكركم به هنا نجي نركب السنسلة ديالي
هنا انتهينا من التركيب ديال السلسله. نقلبوا المخده باش تشوفوا كي جات. هي هذه بهذه الطريقه هذه. دابا نعمروها وعاد نوريكم كيفاش نديرو نركبوا لها البروش. المخده هي هذه كما كتشوفوا هنا. دابا اول حاجه نحتاجو النصف ديال هذا المكان هذا كما شفتوا في الاول، كما هضرنا عليها في الاول. النصف هو هذا تقريبا. النصف هو هذا هنا، نفس العملية حتى هنا. هنا من بعد ما علمنا تنجيبو صدفة بحال هذه، هي الأولى اللي غنشدو بها هذا المكان هذا اللي غنشتغلو عليها. نضربوا مخيط عندنا هو هذا ابره على شكل ابره كبيره كلها وكيفاش يسميها. اول حاجه نضربوها هنا باش تخرج عندنا في هذا النصف هذا اللي هنا. هنا غنستعملوا هذا البروش كيف ما كتشوفوا هنا، ولكن انا هذه المره هذه ما غنستعملش هذا العين لان الاغلبيه كيتهرسوا كترطق. شنو كنحاول نشد؟ تنحاول نشد هذا الجناب هذا هما اللي هنايا هما اللي كنركز عليهم ونشدهم باش ما كيترطقليش وتيدوز لي مده طويله. حتى الزبون فاش كنعطيه الخدمه تنعطيها له كدوز له مده طويله، يعني ما كتضيعلوش المخده. داك الشيء اللي غندير هذه العين ما غنستعملهاش لان الاغلبيه كيتشكاو الناس. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا نوريكم، ما غاديش نشدو باليد، تنشدو غير هكا. هو دوزناه من هاد الجنب. بهاد الطريقة هادي إلا لاحظتو هانتوما إلا بالكم ها منين شديتو، شديتو من هنا، شديتو من هنا ومن هنا باش حتى الزبون ما يتشكاش
على الخدمه، تعطيه خدمه نقيه ودوز لهم مده طويله. الا درتيه في هذه العين، هذه العين كتهرس مع المده اللي كتبان لكم هنا، هذه العين كترتق ما كدوش كثير، والاغلبيه ديال الناس كيتشكاو. وحاليا دابا كاين اللي كيشاهدني ويقول لك حتى هو راه وقع له نفس المشكل، يعني راه عادي هذا الشيء. هذا الشيء باش كنتفاداو، حنا كنحاولوا غير نوريكم شنو كاين. هنا تنولي نرجع، ونتبه هنا لهذا الخيط باش ما باش ما يوقعش فيه اللي هكا بهذا الشكل. هذا ها هو، تنحاول تنحزمو هنا واحد العدة ديال الحزمات، اكثر من حزمة واحدة. وهنا باش كتعطينا هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا هنا الشكل النهائي، هو هذا كما كتشوفوا هنايا، عطاتنا هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا مخالفة، وجانا هذا البروش في الوسط اللي هو كيعطي زينة وتعطي حتى منظرة زوينة. وهنا في الدار تنخليو صدفة عادية كما كتشوفوا هنا وبنفس الشكل، هي الغرض انك تحط بهذا الشكل هذا، وكتعطي حتى رونق للصالون، وكتعطي جماليه، وكتبينو حتى هو مزيان. الا كان الدرس يستاهل ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.